أحمد إبراهيم. أحمد إبراهيم خلوق وطيب القلب ولاعب كبير. أثرت علي الإصابة بفيروس كورونا، طبعا الحمد لله على سلامته أولا وأخيرا، أثرت علي من خلال عودته بعد عدة أعراض؟ لا ما عنده أعراض، بس شوية مستوى يعني بهاي المباراة يعني شوية أقل. مع زاخو تقصد؟ أي نعم. أي أكو أخطاء عنده كانت المباراة. قعدتوا يا حكيتوا لي ان تاثير الفيروس يبقى شهر بعد الاصابه يعاني بعض الصداع بعض نعطيه العذر لكن احنا بامس الحاجه الى لاعبنا. اضافه قويه احمد ابراهيم الى القوه الجويه. اي اضافه كلش قويه. اها جيد. الصوره الاخرى.